في المحليات وإلى جامعة اليرموك، إذ جرت اليوم انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة لدورته 24، حيث شهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا. المزيد في التقرير التالي. صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس طلبة جامعة اليرموك وزعت منذ ساعات الصباح الأولى في كافة كليات الجامعة التي شهدت إقبالا كبيرا من الطلبة لاختيار من يمثلهم على أساس من الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية. طلبة الجامعة ثمنوا الدور الفاعل الذي تقوم به عمادة شؤون الطلبة بحسن الإعداد والتنظيم لسير عملية الترشيح والاقتراع وفرز الأصوات، الأمر الذي يضمن إنجاح العملية الانتخابية في الجامعة وجعلها أنموذجا للجامعات الأخرى. شاركت اليوم عشان أدلي صوتي، لأنه يعني الواحد لازم يشارك ويعبر عن صوته، لأن هاي حرية وإحنا بلد حرية وديمقراطي. فكل الطلاب اليوم داوموا على الجامعة وأدلوا بأصواتهم لكل طالب في قسمه، وكان الأمر بكل نظام وانتظام. عملية الانتخابية اللي صارت اليوم جامعة اليرموك عملية انتخابات نزيهة، ما صار أي مشاكل أبدا، أشرف عليها الدكاترة والموظفين المسؤولين عن الانتخابات، ومشت بأمور سليمة من أولها لآخرها، وهاي إحنا بآخر الأوقات منها وإن شاء الله الأمور تمام. رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري قال إن الانتخابات الطلابية ما هي إلا تجربة لإعداد طلبتنا في اختيار من هو قادر على تحمل المسؤولية واحترام الرأي والرأي الآخر، داعيا بحديثه الطلبة إلى التحلي بروح الديمقراطية والشفافية خلال عمليتي الانتخاب والفرز. احنا سعيدين انه طلبتنا وابنائنا يمارسوا هذا العمل اللامنهجي اللي هو تجربة وتدريب وتمرين على الترشح والانتخاب وحملة الحملات الدعائية، والعملية بتتم بيسر وبسلاسة. المرشحون أكدوا أنهم يسعون من خلال ترشيحهم إلى خدمة زملائهم الطلبة والوقوف على المشكلات التي تواجه كلياتهم. نازل لهدف خدمة قسمي، خدمة الطلاب اللي أكيد بنعاني من مشاكل كثير لازم نوصلها للمسؤولين بالجامعة، على أساس أنه نحل المشاكل الموجودة على قدر المستطاع. 325 مرشحا لاتحاد مجلس طلبة جامعة اليرموك في دورته 24 جاءوا من مختلف الكليات والتخصصات لخدمة زملائهم ضمن عرس ديمقراطي شهدته جامعتهم.